أنا عن جد أسفة ريشي. ماليشكا، ليش عم تعتذري مني؟ إيه ماليشكا، لو سمحتي قولي لنا الاسم، ليش مترددة تقولي؟ رجاءً قولي لنا مين بيكون هو وشو عرفك إنه هو السبب؟ أنت شفتي لهالشخص؟ إيه أنا كنت موجودة هنيك، بس أنا كنت بعيدة عنهم شوي ولهالسبب ما قدرت أعمل شي، وأنا بوقتها كنت عم حاول أنقذ أمي مع أني كنت بعيدة عنهم كتير، بس لبين ما أنا وصلت لعندهم وهداك الشخص دفش على أمي. مين هالشخص؟ أنت مين شفتي؟ هالشخص بيكون هو هو لاكشمي. مين؟ عرفت هذا انت مو؟ صحيح اللي انت امتى طلعت من حديقة الحيوانات؟ قلتي حديقة؟ انت هيك شايفتيني؟ لا لا مانك هيك سخيف، شكلك سخيف. بس شو الرابط بين السخافة وبين انه الواحد يكون مغمض ايه عيونه؟ طبعا في رابط وكبير كتير، ما حدا غيرك بيقدر يغطي عيوني بهي الطريقة. يعني ليش؟ ليش ما حدا فيه يغطي عيونك هيك؟ لانه ما حدا بيتصرف معي بهي الطريقة غيرك انت. طيب شلون منتعامل؟ بس عنجد انك سخيف، بتضل تسأل اسئلة وانا دائما مجاوبك، هيك منتعامل. طيب هاتي ليلي كيف منتعامل انا وانتي؟ طيب شفت قديش انت سخيف، قلت لك انت بتضل تسال اسئله وانا دائما بجاوبك، هيك نتعامل. لا بس لا شالو، لا تغيري الموضوع، لا تحاولي تغيري الموضوع. ليلي شو العلاقه اللي بيناتنا؟ يلا قليلي، احنا مقربين، ما عندي رفقات مقربين غيرك. انت واثقه ما عندك مقربين غيري؟ لا يا ريت كان عندي. وليش يا ريت؟ ليش؟ وليش لحتى يكون في حدا تاني غيري أنا؟ لأنه وقتها رح ننبسط أكتر، لو كان في شي شابين أو ثلاثة بيغطوا لي عيوني وقتها كان صعب أعرف مين بيناتكن، يعني أيوش أو حدا تاني منكن. البنت الشباب حواليها بدها تتحداني، عم تتمنى يكون عندها شابين ثلاثة. خجلي شوي على حالك شالو. اسمعي، الفكرة إنه أنا مو حابب أتحداكي، أنا غمضت عيونك مزح، ما عاد عيدة، ماشي؟ ماشي، هيك تمام. إيه ما عندي مشكلة. مو معقول. مين مفكرة حالة؟ شباب عم تتحداني. أيوش شبك؟ انسي اللي صار، أنا حاسة بشعور كتير غريب. شو شالو؟ شو في؟ خايفة على لاكشمي؟ ايه يا أيوش، كل ما بصير شي مشكلة بالبيت أو حتى برات البيت الكل بيحطوا الحق على أختي، مو ملاحظ؟ وأنا عن جد كتير خايفة عليها. شالو ما رح يصير شي. للحقيقة أنا دائماً بقول منيح ما صار مع لاكشمي شي، منيح أنها ما تأذت بالحادث، فلا تاكلي هم. خلاص الحق معك، بس أيوش بلكي صار شي هلأ. ماليشكا مستحيل، أنتي أنا متأكد أنك غلطاني، هاد شي مستحيل. لاكشمي كانت عم تحاول تنقذ حياتها، أنتي شفتي بعيونك قديش كانت متضايقة، لاكشمي مستحيل تعملها. ماليشكا كيف صارت خالته منيحة؟ أنت منيحة؟ خبرتي للشرطي باللي حكيتي لي من شوي؟ سيدي، بس مو شوفير السيارة اللي حاول يقتل خالته يلي دفشتها لاكشمي، لاكشمي دفشتها لخالته عن قصد قدام السيارة وصار الحادث. وماليشكا هي اللي قالت لي هالشي، المسكينة ما كانت متجرأة إنه تحكي الشي اللي صار وقتها قدام ريشي وعيلته. بس ماليشكا فهمت غلط، ولاكشمي ما عملت شي، الحقيقة كانت عم تحاول تنقذها. انت اللي غلطان هلأ ريشي، مو ماليشكا. ولاكشمي ما كانت عم تحاول تنقذها، لاكشمي كانت عم تحمي حالها مشان ما حدا يشك فيها بعدين، وإذا في شي حدا شك فما حدا رح يقدر يثبت إنها المذنبة وبس. خلصنا سكتي، لاكشمي مستحيل تعمل هيك شي، ولشو؟ لشو لحتى تأذيها؟ بس انت بتعرف ليش يا ريشي؟ ماليشكا قالت لي كل شيء، كيف لاكشمي تمسكت فيك وعلقتك فيها بعد الزواج، لاكشمي عم تتحكم فيك وبحياتك كلها، مع انك بتحبها لماليشكا مزبوط، ومشان هيك هي غيرانه منها، هي ما عندها ثقه بحالها، ومشان هيك هي بتستغل كل فرصه بتصح لها. وخالته كانت تبهدلها، هي عملت حادث خالته كيران مشان تنتقم من ماليشكا. بس خلصنا سونال، ما رح اسمح تحكي كلمه ثانيه عنا.
لاكشمي مستحيل تعمل هيك. ليش مستحيل تعملها؟ لاكشمي ورجتها أكثر من مرة شو بيطلع بإيدها تعمل، وأنا بعرف هالشي، وطبعاً هي اليوم أثبتت شو بيطلع بإيدها تعمل. حضرة المفتش، صار عندك شاهد عن هذا الحادث، وهلأ أنت صرت بتعرف المذنب منيح، ليش ما... ماما أهدي شوي لو سمحتي، حاولي تفهمي. وأنا كمان شاهد يا ماما، أنا شفت بعيوني كيف كانت عم تحاول تنقذ خالته لما صار معها هيك. كانت عم تحاول تدق للإسعاف، هي شقت شقفة من الساري تبعها لحتى توقف النزيف، وكانت عم تحاول توقف الناس بالطريق ترجتهم يساعدوها لتقدر توصل خالته على المستشفى هي وتنقذ حياتها. اليوم خالته كيران موجودة هون ولساتها عايشة بفضل لاكشمي وبس. ما بعرف ليش ماليشكا عم تتهم لاكشمي. اسمع سيد ريشي، الشرطة بتشتغل بناء على الأدلة والشهود العيان، ونحن أخذنا إفادتها. ثانية، أنت ما فيك تعمل هيك لو سمحت، عم أطلب منك إنه ما تعتقل مرتي لاكشمي هلأ. عندي حل، مستنى خالته كيران لتفيق وترجع لوعيها، ووقتها منحاكيها وبتاخد إفادتها. وأنا متأكد إنه لاكشمي ما دخل بشي. وقت تفيق وتقول إنه مو هي دفشتها، وقتها منطلق صراحها، بس بناء على إفادة الشاهدة نحن مضطرين نحبس المدام لاكشمي هلا. لا لو سمحت سيدي، لو سمحت بعمل شو ما بدك، لو سمحت لا تعمل هيك. اسمعني شوي، لاكشمي ما رح تهرب، بتضلها هون. لاكشمي ما عملت شي، رجاء افهمني، بضمن لك إنه هي مالها مذنبة، وهي ما رح تهرب، وأنا بضمن لك إنه هي ما رح تهرب أبدا. ولما تفيق وتقدم إفادتها رح تنكشف الحقيقة كلياتها، ورح نعرف على الأكيد إنه لاكشمي ما عملت شي وهي بريئة، وبوقتها فيك تعمل شو ما بدك. ماشي، رح نستنى لناخذ افادتها. شكرا، شكرا لك. يلا امشوا. ريشي، ليش ما عم تفهم؟ ماليشكا بتحبك كثير، وهي بتعرفك كثير منيح وحافظتك عن غيب، هي بتعرف انه قلبك طيب وبينضحك عليك، انت بتهمك مرتك لاكشمي، وطبعا هي بتعرف انه اذا بتنأذى لاكشمي انت كمان رح تنأذى، ومشان هيك هي ما كان بدها تأذيك، هي ما كان بدها تزعلك ابدا. مشان هيك ما قدرت تخبرك، بس هالشي بيتعلق بخالي، الموضوع بيتعلق بإمه، شوف خالته بين الحياة والموت هلأ، وهي لازم تدافع عن إمه. مزبوط يا ريشي؟ هاي المسكينة علقت بنص هالمشكلة. أنا آسفة كتير، عن جد أنا آسفة، آسفة يا عمتي. لا ماليشكا، أنت ما في داعي تعتذري مننا. ريشي، طيب أنت بتتذكر وقت لنخطفت؟ بس وقتها ماما وبابا فكروا إنه الخاطف هو لاكشمي، بس وقتها شو عملت أنا؟ وقفت ضد أبي وأمي وحاربتهم، ومشان مين؟ مشان لاكشمي. بتمنى ما تكون نسيت هالشي وسحبت الشكوى اللي قدموها ضدها، اللي أثبتت براءتها باللي صار وقتها، هي أنا، لأنه هي كانت بريئة. أنا بوقتها أثبتت إنه هي كانت بريئة، لأنه مو هي اللي خطفتني، وقتها ريشي كان في عالم غيرها. بس هالمرة أنا عم بذكر اسمها، لأنه لاكشمي هي المذنبة.